بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا للجميع. اليوم الجمعة 24/1/2020، الدنيا ساعة عصر، وأنا موجود في الجهة الغربية من قرية حرفيش في محل أرض اسمه المصرارة. المصرارة قلنا موجودة في الجهة الغربية من حرفيش، بين قرية حرفيش والقرية اللي من الجهة الغربية للبلد اسمها اليوم الكوش. لحد سنة 48 كانت قرية عربية اسمها دير القاسي. وقلت في الشريط الثاني انه على العموم العلاقات كانت مقبولة بين الاهالي في البلدين حرفيش ودير القاسي. المصرارة وين أنا موجود، طلعوا اليوم في إكروم من التفاح، خل يعني تربة خصبة، والمصرارة موجودة بالضبط بين البلدين يعني. أما أيام فارس حرفيش المرحوم أبو عنزي، المصرارة كانت تابعة لأرض حرفيش. إسا القصة بتقول إنه أيام الإمبراطورية العثمانية كان في مثل يعني عادي أو إشي متفق عليه، إنه خاصة بفترة اللي فيها انفلات أمني، السلطة المركزية ضعيفة، كان في قلنا مثل اتفاق بين أهالي القرى والوالي اللي في المنطقة، ربما بصفد، ربما في عكا، يمكن في الصيدا، إنه كل قرية مسؤولة عن حماية أبنائها يعني. وفي أي حالة اللي بينوجد قتيل في قطعة أرض في قرية معينة، المسؤولية بيتحملوها أهالي القرية نفسها، وإلا الأرض هاي يحرموا منها. يقال إنه بفترة من الفترات، ربما في القرن 19، حدث قصة، حدثت قصة يعني، ولقوا قتيل في هاي المنطقة في أرض المصرارة اللي كانت تابعة لأراضي حرفيش، لأهالي حرفيش. بعد الكر والفر والاستفسار عن هاي الأشياء، أهالي حرفيش نكروا أي مسؤولية أو معرفة بالقتيل، وما قدروش يعني يتحملوا المسؤولية لأنه هن مش طرف في بالنسبة للقتيل. ويقال في هاي الطريقة أهالي الدير بالمقابل قالوا إنه إحنا بنتحمل المسؤولية على القتيل نفسه. وفي هاي الطريقة قلنا أرض المصرارة نقلت من التبعية لأملاك حرفيش للتبعية لأملاك الدير، دير القاسي. إسا الأسباب والأرضية تبعت القصة، بيقدرش الواحد يوصل يعني للأشياء الصحيحة 100%. ربما في احتمال إنه واحد من أهل الدير عمل هاي الشغلة عن عمد يعني، على أساس يبلي أهالي حرفيش أو يخلي أهالي حرفيش يتحملوا مسؤولية ويطلعوا من هاي الأرض المصرارة وترجع للدير. ربما الإشي عمله فرد، ربما عملته مجموعة، والله أعلم. مع أنه قلنا على العموم العلاقة كانت طيبة بين أهالي حرفيش وبين أهالي الدير. ربما كمان يكون طرف ثالث اللي لا إله شبق ولا إله عبق، أما بحب الخلف ويزرع بذور الخلاف بين البلدين. ربما عمل هاي الشغلة وحاول إنه يعمل فتنة بين البلدين. بعد مرة قلنا أنا موجود في موقع أرض اسمه المصرارة، اليوم تابع كمان للقرية اليهودية الكوش. وقلنا قبل 48 كمان كان تابع لأهالي دير القاسي، بفعل
الاتفاق العشائري انه كل ارض بيلتقى فيها قتيل واهل هاي الارض اصحابين هاي الارض ما تحملوش المسؤوليه، ما دفعوش الديه عن القتيل نفسه، يقال انه بيخسروا الارض نفسها لصالح اي فريق اللي مستعد يتحمل مسؤوليه ويدفع الديه. الدنيا بتخلاش من العوارض، وهاي قصه من الاشياء اللي صارت قلنا ايام الدوله العثمانيه، خاصه بالفتره اللي كانت فيها الدوله العثمانيه ضعيفه، كانت تسمى بالرجل المريض، والولاء المحليين استغلوا كل وضع على الشكل واستفردوا في السلطه على حساب السلطه العثمانيه. وين انا موجود؟ قلنا هاي الارض اسمها المسطرة. طلعوا قبالي، في عنا الجهه الغربيه القبليه من حرفيش وين ارض الحرايق اسمها، فوق عنا جبل سيدي سبلان صلى الله عليه، وعنا الحاره الجديده احنا بنسميها الشيكونات. بنروح بالضبط للجهه القبليه، في عنا الطريق لوادي الحبيس منطقة جسر حرفيش بين صحمات على اليمين وحرفيش على اليسار. قلنا اقبالنا هون، هاي الارض تابعة لدير القاسي الكوش اليوم. وين انا موجود؟ هاي المنطقة قلنا المصارة، محل واطي مثل ما بيقولوا في العامية، محل غتلة. والارض هاي قلنا صار في أكثر من خلاف عليها، في الأصل كانت لحرفيش، في ظرف معين صارت لأهالي دير القاسي. أي طريق زراعي للأرض الزراعية، في عنا هون على اليمين قلنا المسطرة، نقدم شوي في على اليسار موقع أرض للدير اسمه بذكر خلة القديشة، والطريق بتوصل بالضبط لأراضي حرفيش من الجهة الغربية، عين البحرة، مسكة، شحيطة، وبنوصل لجهة بوعراجة في الجهة الشمالية من القرية. حرفيش قلنا بتبينش من هاي الجهة وين المسطرة، لأنه المحل واطي، والمحل قلنا أرض غتلة يعني نقول عنها. أما مبينة جهة القبلية الغربية من حرفيش، شايفين كل ما أنا أروح على الطريق هاي للجهة تبعت وادي الحبيس ببين قسم من الجبل والحارة الجديدة. عنا هون فوقي الكروم هاي تبعت التفاح، في عنا دبشة موقع أرض مبين قسم منه سنديان، هاي بسموها دبشة العبهرة، وراها الطريق اللي بتوصل بين الجسر لحرفيش الطريق الرئيسي. بعد مرة أنا موجود في محل أرض في الجهة الغربية من حرفيش اسمه المسطرة، اللي في الأصل كان تابع لحرفيش مثل جهة عين البحرة، وبفعل فتنة معينة الأرض هاي نقلت لملكية أهالي الدير قبل 48، وبعد 48 الأرض هاي صارت في ملكية المستوطن اليهودية الكوش اللي موجودة على أنقاض قرية دير القاسي. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في محل ثاني في يوم ثاني.